برحب بحضراتكم مرة تانية، وعندنا كلام كتير مع ضيفنا اللي منورنا نجم الأهلي السابق كابتن محمود صالح. برحب بيك يا أهلا كابتن. بحضرتك، أهلا وسهلا، برحب بيك ومنورنا. الله يخليك. وعندنا كلام كتير بقى عن النادي الأهلي طبعا، وخليني أبدأ معاك كده من مباراة المقاولين والروح اللي شفتها في مباراة المقاولين بعد ما كان النادي الأهلي متأخر بهدفين وقدر إن هو يفوز ب3 أهداف مقابل 2. طبعا شيء جيد، طبعا العودة وإنك تحول الخسارة لمكسب، يعني الفرق هدفين كتير طبعا ما في شك، وحولنا لتعادل ثم فوز. واعتقد ده مش جديد على لعيبه النادي الاهلي، يعني ده دي يعني ميزه او صفه او دايما بنلاقيها في فرق النادي الاهلي على مدار التاريخ وعلى مدار الاجيال كلها. ف يعني حتى في الظروف الصعبه احنا دايما عندنا امل كبير لاخر ثانيه ان احنا نقدر نفوز، نحقق اذا كان في خساره نحقق الاول التعادل وبعد كده نحقق الفوز. واعتقد ده سمه يعني من لعيبه النادي الاهلي دايما على زي ما قلت على مختلف الاجيال. مهم ان هي تكون باينه قوي الفتره دي او ظاهره قوي الفتره دي يا كابتن قبل كاس العالم للانديه، هي دي الروح اللي احنا محتاجينها. طبعا بطوله صعبه جدا، هنلعب فريق الدخيل، فرقه كويسه، فرقه قويه جدا، وان شاء الله ربنا يوفقنا. هيبقى في لقاء صعب جدا جدا مع بايرن ميونخ بطل اوروبا. المهم جدا يكون عندنا امل وعندنا طموح ونقدر نكسب. يعني هي يعني انا وجهه نظري التفاوت اصبح يعني بين الانديه وبعضها، حتى مستوى البطولات الاوروبيه او مستوى البطولات الافريقيه مع بعض، او مستوى اللاعب الافريقي واللاعب اللي بيلعب على المستوى الاوروبي، اعتقد ما بقتش كبيره زي الاول. يعني انا شايف ان في شك ان حصل تطور في الكوره، يعني هتلاقي مستوى الاجهزه الفنيه متقارب جدا، واحنا عندنا الحمد لله عندنا يعني جهاز قوي جدا، التدريب ومستوى التدريب برضه حاجه كويسه جدا، زائد النادي الاهلي طبعا ما فيش شك هو نادي القرن واكيد عنده طموح، ودايما عشان نحقق طموحاتنا يعني يكون سقف الطموح يتخطى حتى امكانياتنا احنا، الامكانيات الذاتيه بتاعتنا. يعني حضرتك شايف انه نكون طموحين جدا انه ليه ما نكسبش بايرن ميونخ؟ بالظبط بالظبط، انا بتفق معاك الصراحه في الموضوع ده. طبعا احنا يمكن حققنا المركز الثالث، وقبل كده الرجاء المغربي وصل للفاينل يعني الحقيقه، فليه لا؟ ليه لا؟ الجيل ده يعني قادر، وانا شايف يعني الامل موجود، بس مهم جدا يعني نكون داخلين ما نكسب الدخيل. الدخيل الدخيل صح النطق كده؟ الدخيل الدخيل القطر. الدخيل المهم نكسب طبعا المباراه دي طبعاً الاول، ان وبعدين ان شاء الله يعني نفكر في المباراه الاولى، وبعد كده ان شاء الله اكيد المباراه الثانيه هيبقى لها ترتيب اخر يعني. طيب.